لليوم الحادي عشر على التوالي يتواصل متظاهرو كركوك باحتجاجاتهم السلمية المناهضة لنتائج الانتخابات النيابية في تلك المحافظة. وطلب متظاهرون مفوضية الانتخابات بالعد والفرز اليدوي في مراكز كركوك الانتخابية، مؤكدين أن أصواتهم ضاعت بعمليات التزوير والخروق التي رافقت عملية الاقتراع، فيما شددوا على أنهم لن يبرحوا أماكنهم حتى يحصلوا على كامل حقوقهم. لم نطلب من العباد الكشف عن الأموال المسروقة في العراق، لم نطلب منه أن يوفر لنا حصة من أموال العراق، لم نطلب منه حصتنا من نفط كركوك، ولكن طلبنا منه شيئا واحد وهو العد الفرزي اليدوي. هذا حقنا. أنا صوتي، أنا عن نفسي أتكلم، صوتي ضاع. أنا انتخبت أحد الأشخاص، أنا متأكد من تصويتي لأني كنت مسؤول كيانات وأعلم كيف أصوت. ضاع صوتي في تلك المحطة. إحنا عندنا صناديق هنا، مجرد تثبتون أنه كلامكم صحيح وأنتم جهة مستقلة، تعالوا فتحوا الصناديق وورونا إحنا على غلط. إحنا نريد نبين إحنا على غلط. أنتم ثبتوا أنتم صحيح وناس شغلكم بالسليم وما مزورين، ماكو مدافع احد جهه لكم فلوس، تعالوا فتحوا صناديق قدام هاي الناس كلها. سلبوا حقوقنا، اخذوا اصواتنا، سلبونا سلب. احنا تركمان، شوفوا احنا فزنا، هم الخاسرين. والله العظيم، بالله العظيم، هم الخاسرين، احنا رحمانين، احنا فايزين. انا عمري 32 سنه، لا متعين، لا موفرين لي كهرباء، لا ماي، لا خدمات، لا اعمار، وفوقها يبوقون صوتي. ما شنو تبوق صوتي؟ ها، بس اريد اعرف هذا الشيء.